نرجع من جديد منين ما انتهينا. انتهينا كنا نحكي على unstable patient. stable patient قلنا monitoring ونخابر ابو الانترفنشنال كارديولوجيست في حال كان الريثم سيريس ونتناقش وياه، نشوف ندز اللي هي هسه لو ندز اللي هي بعدين accordingly. اما ال unstable patient، unstable patient يعني ال patient عنده وحده او اكثر من signs او symptoms of unstability اللي هي خمسه حكيناها. بالحالة عندي ثلاث أسلحة. السلاح الأول هو drug، السلاح الثاني هو procedure، السلاح الثالث هو أختار من مجموعة من الدراجز واحد. السلاح الأول هو عبارة عن drug. منو الدراج هذا؟ أتروبين. السلاح الأول هو أتروبين، أوكي؟ إذا ما فات السلاح الثاني اللي يستخدمه بالunstable patient زين وعنده براديكارديا هو ترانس كيوتانيوس بيس ميكر، تي سي بي، ترانس كيوتانيوس بيسينج او بيس ميكر او بيسينج. السلاح الثالث هو ادرينرجيك ميديكيشن، ادرينرجيك اذا ما فات ترانس كيوتانيوس بيسينج او ما موجود ادرينرجيك medications. adrenergic medications منو؟ اي هسه بدأنا ما صار لنا هواي هسه بدينا بدنا نحكي على an unstable patient. زين adrenergic medication زين اللي هي adrenaline infusion احنا جينا نحكي عنها او dopamine او dopamine. نجي نحكي على step. الخطوة الاولى هو atropine. أتروبين شنو؟ شلون شغل الأتروبين؟ أتروبين أنتيكولينرجيك زين؟ أنتيكولينرجيك على يا ريسبتور يشتغل؟ يشتغل على المسكارينك ريسبتور، يسوي لها بلوك زين؟ زين المسكارينك ريسبتور وين موجودة؟ بالهارت. المسكارينك ريسبتور موجودة عندي بالاس اي نود والاي في نود، أوكي؟ هاي الهارت سوري زين عندي هاي الاس اي نود وهاي الاي في نود، هنا أنا موجودة المسكارينك ريسبتورز. منو الايجنت اللي يشتغل عليها؟ الاستايل كولين. منين يجي الاستايل كولين؟ من النيرف اندينجز مال الفيغاس، تمام؟ هذا كله فيزيولوجي احنا نعرفه. اني من اجي انطي الاتروبين راح يجي يقعد على هاي الريسبتورز، شو يسوي؟ يقفل الريسبتور ويمنع الاكشن مال الاستايل كولين. ليش؟ والاستايل كولين ايش كان يسوي؟ الاستايل كولين اللي جاي من الفيغاس نيرف اندينجز هو parasympathetic mediator. parasympathetic mediator هذا الاستايل كولين على الاس اي نود شي يسوي؟ على الاس اي نود يقلل الاوتوماتيسيتي فيقلل الريت، هذا منو الاستايل كولين. ويجي على الاي في نود يزيد الريفراكتورنس مالتها زين، فيسوي سلونس بالكوندكشن، هذا شغل الاستايل كولين. فاني من اسوي له بلوك راح اسوي بلوك للاكشن مال الاستايل كولين، يسوي سلو بالريت وديلي بالكوندكشن. فشي يصير العكس، الريت يصعد والكوندكشن يتحسن، اوكي يصير بيتر. This is the action of atropine اللي يصير indirect action by blocking the effect of acetyl choline. زين عليه من هيك؟ يعني احنا المندا نستخدم في شيء indirect. انا عندي الهارت از براديكاردك، خو انطيه بوزيتيف كرونوتروبيك دراج اللي يشتغل على يا ريسبتور على البيتا ريسبتور ادرينرجيك، انطيه دراج يشتغل على ادرينرجيك. بالمناسبه هاي مو اول واحد فكرت بيها، الناس مفكرين بيها قبلك، وكان اكو كتاب اوكسفورد ايمرجنسي ميديسن الطبعه القديمه يمكن مال 2005 كان يحكي يقول الفيرست دراج اوف تشويس في حالة البراديكارديا that doesn't respond to resuscitation وبقت persistent والpatient symptomatic و unstable هو pure beta agonist drug. اسمه شوية غريب، جزء تعرف قسم منكم يعرفوه جزء ناس ما تعرفه، اسمه isoproterenol. هذا pure beta agonist يشتغل على البيتا ريسبتور، اوكي؟
فمن يشتغل على البيتا ريسبتور بيتا 1 الموجوده بالهارت شي يسوي بوزيتيف كرونوتروبيك اند بوزيتيف اينوتروبيك افكت. وفي الاينوتروبيك افكت انا اللي يهمني البوزيتيف كرونوتروبيك افكت اللي تزيد لي الهارت ريت كرونوتروبيك افكت يزيد لي الهارت ريت. فكان اكو فشي دايركتلي يزيد لي الهارت على من جاء على تروبين. شنو اللي خلانا نروح على تروبين؟ زين اللي خلانا نغير على الاتروبين شيئين. اولا الايزوبروترينول بهوايه سايد افكت برو اريثميك بي سايد افكت يسوي لي تاكي ديسريثميا ومشاكل. هاي واحد. زين اثنين الاوتكم شافوه هي الاتروبين زين الامبروفمنت اتس جود ومقبوله اوكي ف وذ ليس سايد افكت. فصار الفيرست دراج اوف تشويس هو الاتروبين although its action is indirect مو مباشرة يزيد الريت لا يسوي blocking للparasympathetic فيصير السمباثاتيك unopposed فيصعد الريت. شلون نستخدم الاتروبين؟ موجود عندنا الاتروبين بالطوارئ؟ اي موجود الاتروبين بصدرية الطوارئ وعادة متوفر. اش قد نستخدم الاتروبين؟ الامبولة مال الاتروبين اكو عدة انواع مال الامبولات. اكو امبوله زين امبوله ايش صايره هيك قايله الامبوله اكو امبوله بها 1 ملي جرام اكو امبوله بها 0.6 ملي جرام واكو امبوله بها 0.5 ملي جرام اوكي. الدوز مال اتروبين هنا بالبراديكارديا هو 0.5 ملي جرام انترافينوس اور انتراوسيوس intravenous or intraosseous can be repeated every 5 minutes كل خمس دقائق ممكن اعيد الاتروبين كل خمس دقائق زين until اوصل للماكسيمم ماكسيمم 3 ملي جرام ما ازيد عن 3 ملي جرام يعني الكيوميوليتيف كل مجموع الدوزز اللي انطيها كل خمس دقائق زين لازم ما يزيد عن 3 ملي جرام فانطي 0.5 ورا 5 دقائق ما فادت انطي انذر 0.5 اظل اعيد التوتال 6 مرات 0.5 في 6 3 ملي جرام از ذا توتال كيوميوليتيف دوز اوكي ما ازيد عنه. اذا الاتروبين عندي از ذا فيرست لاين ميديكيشن 0.5 ملي جرام اي في اور اي او كل 5 دقائق اعيده ماكسيمم 3 ملي جرام. اذا وصلت للماكسيمم دوز لا وما فاد للبيشنت احول على السكند لاين مانجمنت اللي هو ترانسكوتينيوس بيسينج. زين ترانسكوتينيوس بيسينج از نوت سوبيريور تو ترانسفينوس. ترانسكوتينيوس يعني بادز على السكن وانطي كهرباء سو بيسينج اللي راح نجي نحكيها فد شوي ان شاء الله. اما الترانسفينوس فافوت من الـ هذا البيشنت هذا راسه هذا رقبته وهذا الشولدر مالته اجي افوت من ال هاي كلافيكل سب كلافيان فين وادخل بعدين من عنده للسوبيريور فينا كيفا للرايت اتريوم ورايت فنتريكل ادخل بكاثيتر زين و البيسنج يصير على الرايت فنتريكل زين اتسلف يعني مباشرة الكهرباء تروح للرايت فنتريكل. It is يعني reliable اكثر من ترانسكوتينيوس بس بالحقيقه it takes time الى ان نحضرها ولهذا كإمرجنسي الترانسكوتينيوس هو الابروتش البتر لانه سريع زين وينطيني يعني although is less reliable بس good results فلهذا ترانسكوتينيوس بيسنج هو اللي استخدمه. اوكي ما فاد الترانسكوتينيوس بيسنج او ما موجود اجي على الادرينرجيك ميديكيشن. هذا اجلته شويه راح اجي احكي على تفاصيل البيسنج زين بعد ما اخلص الابروتش كامل ان شاء الله حتى احكي لكم هذا الجهاز شلون يستخدم. اذا ما فاد ترانسكوتينيوس بيسنج او ما موجود الجهاز نستخدم الادرينرجيك ميديكيشن. ادرينرجيك ميديكيشن باي انفيوجن يا اما استخدم ادرينالين انفيوجن او استخدم دوبامين انفيوجن. اوكي الادرينالين ايش قد الدوز اللي راح استخدمه؟ هذا الادرينالين
الدوز هو 2 إلى 10 مايكروغرام MCG per minute infusion. 2 إلى 10 مايكروغرام per minute. شلون احصل هالدوز؟ هسه راح اراويكم واحكي لكم شلون الامبوله ايش قد بيها وشلون نحصل هيك دوز، شلون نسوي هيك انفيوجن. او دوبامين، دوبامين الدوز مال الدوبامين هو 2 الى 20 مايكروغرام ام سي جي بير كي جي بير مينيت. لاحظ الادرينالين من مايكروغرام بير مينيت انفيوجن بغض النظر عن الويت، أما الدوبامين فهو 2 to 20 microgram per kg per minute، يعتمد على الويت. حتى لا ننسى زين الدوبامين، الدوبامين يتغير الدوز إذا البيشنت سمين، مين مين أوكي، مين مين دوبامين إذا البيشنت سمين الدوز يصير أعلى، فهو يعتمد على الويت. أما الأدرينالين لا، independent of the weight of the patient. بنحكي إحنا adult approach مو pediatric. This is the adult approach of bradycardia. إذن أدرينالين إيش قد الأمبولة بيها؟ أمبولة عندنا two types of ampoules، إما أم العشرة سي سي أو أم الواحد سي سي. اللي موجودة هواية أم الواحد سي سي، اثنيناتهم هي 1 ملغرام، سواء أم العشرة سي سي أو أم الواحد سي سي هي 1 ملغرام. زين IV، زين لازم تلقى على الأمبولة IV يلا تنطي. إذا لقيت IM ما لقيت IV ما تنطي هاي IV، لازم تلقى كلمة IV. أما أبو الواحد سي سي واحد واحد مل واحد ملغرام أو من عشرة سي سي أمبولة عشرة سي سي، عشرة سي سي واحد ملغرام، هذا يسموه واحد بالألف، هذا يسموه واحد بالعشرة آلاف. خوش. المهم خلينا نجي على هاي اللي أنا متوفرة أكثر. أخذ هاي ال 1 ملغرام اللي بيها شقد 1000 مايكروغرام، 1 ملغرام يعني 1000 مايكروغرام، أحلها ب 250 250 سي سي of normal saline أو dextrose water whatever. المهم fluid crystalloid normal saline خلينا نقول هذا fluid، هذا pint مال fluid، أخلي 250 سي سي. أوكي أنا إيش قد خليت 1 ملغرام، 1 ملغرام 1000 مايكروغرام، فصار عندي 1000 مايكروغرام على 250 سي سي، فصار عندي إذا قسمته كل سي سي بأربعة مايكروغرام. هسه صارت سهلة، أنا أريد 2 إلى 10 مايكروغرام بير مينت، إذا أريد 2 أنا عندي 4 بكل سي سي، زين أنطي نص سي سي بير مينت، إذا أريد 4 أزيد أنطي سي سي بير مينت، وهكذا صارت عندي الحساب مالتها سهل. أوكي فأخفف أحط أمبولة كاملة من 1 ملغرام 250 سي سي زين، وأنطي الأدرينالين إنفيوجن بالشكل التالي. أو الدوبامين، الدوبامين 2 إلى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينت. أنا شو أسوي حتى تصير الأمور سهلة؟ أجيب الأمبولة مال الدوبامين بيها 200 ملغرام. شوفوا صارت هوسة يجوز شوية بالهذا، فسجلوا أنتوا يعني حط ورقة وقلم يمك وسجل إذا تريد أو بعدين أرجع عليها. 200 ملغرام الأمبولة مال الدوبامين، فش قد أحط أمبولتين ونص، 200 ب 200 بنص أمبولة يعني 100 ب 500 سي سي باينت، فيصير عندي 500 يعني حطيت 200 ب 200 ب 100 500 ملغرام ب 500 سي سي، يعني كل سي سي ب 1 ملغرام. تمام كل سي سي ب 1 ملغرام يعني 1000 مايكروغرام. خلي اجي احسب انا الدوبامين احسبه بير كي جي بير مينيت. لو حسبت رفلي، خلينا نحسب رفلي، لو حسبت وزنه للبيشنت 1000 سوري 1000 شنو 100 كيج رفلي، ده احسب فشي رف على مود بعدين الحساب مالتي يصير سهل. رفلي 100 كيجي وزنه اوكي، و2 الى 10 حطها بالنص 10 تقريبا 10 مايكروغرام بير 100 كيجي زين،
فأنت تقريبا الأبو المية إذا بالنص بنص الرينج مال انفيوجن أنطي 1000 مايكروغرام يعني 1 ملغرام يعني 1 سي سي بير مينيت. هذا إذا وزنه 100 كي جي ودا أنطي النص من الرينج. هاي الصورة تقدر تحسبها أنت على الويت مال البيشنت وبسهولة تطلع، بس أنا هيك رفلي. فأباوع البيشنت أنطي مثلا إيش قد وزنه 70 كي جي 80 كي جي 50 كي جي، أقدر إيش قد وزنه للبيشنت وأنطي نسبة من هاي. مثلا وزنه 50 كي جي أنطي نصها، يعني 1000 مايكروغرام أنطي 500 مايكروغرام، بمعنى بدل ما أنطي 1 سي سي أنطي نص سي سي. لا والله البيشنت وزنه 80 أنطي 80% يعني 800 مايكروغرام، 800 مايكروغرام يعني أنطي 8 سي سي، أوكي أنطي هالبيشنت وهكذا. يعني شي رفل، يعني أحسب النص مال الرينج، النص مال الرينج وابدي. ممكن تقلل انت تحسبها بالمضبوط، تحسبها من تبدي باثنين وتصعد، زين تحسبها بالمضبوط على الويت مال البيشنت، او مجرد يعني تحسبها رفلي. اوكي هاي الفيرست لاين ايجنتس كادرينرجيك، هي مو فيرست لاين، هي ثيرد لاين بالنسبه للمانجمنت، بس كادرينرجيك ميديكيشن ادرينالين والدوبامين. اكو الترناتيف في حال ماكو ادرينالين او دوبامين، الترناتيف منه بس ما مرغوبه. هي هسه السؤال الفرق بين الدوبامين والدوبيوتامين. الالترناتيف الدوبيوتامين بالضبط نفس الدوز مال الدوبامين 2 الى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت، بس مشكلته يسوي هايبوتنشن. ليش؟ لما يشتغل يعني يشتغل سوري يشتغل على البيتا 1 وبيتا 2 الفا 1 والفا 2 اي ثينك، فالالفا 2 بري سينابتيك تسوي يعني as I remember يسوي effect عكس الألفا 1، فبالتالي ما عنده effect على الألفا، effect ما تبس على البيتا، فما يسوي vasoconstriction. أوكي والبيتا receptor أصلا بيتا 2 يتسوي vasodilatation peripherally، فالمهم يسوي بالتالي hypotension الدوبيوتامين، فما مرغوب إذا البيشنت كان already hypotensive. أوكي فالدوبيوتامين بس هو يعني كسكند لاين ممكن بعد الدوبامين، مو سكند لاين بالنسبة للمانج، بس يعني إذا ما موجود دوبامين وما موجود أدرينالين. أو الدرج الآخر هو الأيزو برو تيرينول اللي حكينا عنه بالبداية اللي هو بيور بيتا أجنست، هذا مشكلته برو أرثميك. زين الدوز مالته بالضبط مثل الأدرينالين 2 إلى 10 مايكروغرام بير مينيت، أوكي 2 إلى 10 مايكروغرام بير مينيت، بس ما مرغوب لين برو أرثميك. المهم عندك الأدرينالين عندك الدوبامين it's better. الاختيار بيناتهم according to the state مال البيشنت، شفت البيشنت هايبوتنسيف كلش تخدم الادرينالين. زين لا والله ممكن الدوبامين، يعني according to your clinical judgment، ما يدخل تفاصيل اكثر. اذا صار عندي التالي، البيشنت اجاني عنده سمتم، اكتشفت عنده براديكارديا ومن شيكت الفيتال ساين والاي بي سي، سويت له ريسوستيشن، بعد الريسوستيشن البيشنت بقى persistent بريديكارديا. اوكي شفت البيشنت كان ستيبل، مونيتور اوبزرف وخابر الانترفنشنال كارديولوجيست في هارت شانل ريذم سيريس، اللي هو منو ريذم سيريس موبس تايب 2 سكند ديجري او ثيرد ديجري. لا والله البيشنت ان ستيبل، عندي ثلاث اسلحه، اتروبين 0.5 ملغ اي في اور اي كل 5 دقائق ماكسيمم 3 ملغ، مفاد ترانسكوتينيا سبيسينج، مفاد ترانسكوتينيا سبيسينج او ما موجود، ثيرد لاين هو ادرينرجيك ميديكيشن انفيوجن ادرينالين او دوبامين بهاي الدوز اللي حكيناها. اوكي من توصل بع الاتروبين من ما يفيد، من توصل للخطوه الثانيه او الثالثه من الاتروبين ما فاد عندي، وصلت للنقطه الثانيه او الثالثه او الخطوه الثانيه او الثالثه، unlikely انه هاي البراديكارديا is temporary، unlikely زين وتروح بسرعه، يعني هاي البراديكارديا موستلي راح تطول وياك. فبيجي حاله ترانسكوتينيال سبيسينج والادرينرجيك ميديكيشن هي temporary measures، لازم عندي مور ديفينيتيف. فاذا وصلت للخطوه الثانيه او الثالثه بهالحاله تخابر الكارديولوجيست، تقول له الو دكتور عندي patient persistent bradycardia وهسه unstable، استخدمت الاتروبين مفات وهسه اني على transcutaneous pacing او على adrenergic medication، احتاج له more definitive
زين ثيرابي اللي هو ترانسفينس بيسنج. اوكي، فهو ذاك الوقت يقول لك صعد لي يا للبيشنت او خلي اشوفه للبيشنت على مود يقرر على ترانسفينس بيسنج. اعتقد هسه البرايديكارديا والابروتش مالتها صار واضح. اوكي، يبقى عندي بعد هذا الحكي قبل ما احكي على ترانسكوتينيوس بيسنج ويعني اشرحها، عندي سؤال. اذا انطينا اتروبين او مو انطينا اتروبين، خلي نحكي نقول اذا او عفوا ما عندنا وقت للسؤال، الاتروبين عندنا كونديشنز بيها الاتروبين سوري الاتروبين ممكن ما تنطي من البدايه، يعني تبدي بترانسكوتينيوس سبيسنج او ادرينرجيك ميديكيشن او ترانسكوتينيوس سبيسنج ما موجود، شنو هاي الكونديشنز؟ اول شيء اذا ما حصلت اي في او اي او لاين وانت مستعجل زين وما حصلت لاين وات ايفر، ما حصلت لاين لا اي في ولا اي او، تبدي بترانسكوتينيوس سبيسنج. هذا واحد. اثنين، اذا البيشنت عنده كاردييك ترانسبلانت، ابو الكاردييك ترانسبلانت الاتروبين ما راح يشتغل عنده. ليش؟ لانه هذا ابو الكاردييك ترانسبلانت زين الهارت اللي زرعوا لي اياه ديفيجلايزد، ماكو الافكت مال فيجاس عليه، فماكو استال كولين حتى يشتغل على الماسكارينيك ريسبتر، فالاتروبين بلوكينج نوثينج فما راح يشتغل اصلا. زائدا ممكن اذا انطيته للاتروبين ممكن يسوي واتس كولد paradoxical bradycardia of unknown cause، ما معروف السبب مالته، paradoxical bradycardia. اوكي، يعني الريت يصير ينزل بدل ما يصعد. اذا صار عندي، اذا ماكو عندي لاين، اذا البيشنت عنده كارديك ترانسبلانت، مو موجود عندنا بالعراق كارديك ترانسبلانت بس ممكن جاي من برا ومسوي كارديك ترانسبلانت فور اكزامبل، ما انطي اتروبين. الحاله الثالثه، اذا انت يعني كلش يعني كليفر وكلش منتبه واكتشفت من البدايه من المونيتور انه الريذم شنو، اوكي، واكتشفت انه هو موبتس تايب 2 او سكند ديجري او ثيرد ديجري سوري وذ وايد كيو ار اس، يعني شنو معناها؟ معناها انه هذا البيشنت عنده انفرا نودال بلوك. اذا نتذكر هذا الهارت وهذا الاس اي نود وهاي الاي بي نود، البيشنت اذا عنده انفرا نودال بلوك وذر سكند ديجري او ثيرد ديجري، لان ثيرد ديجري ممكن يكون نودال انفرا نودال، واللي اميزه بين بالثيرد ديجري النودال بلوك عن الانفرا نودال بلوك، بالنودال بلوك الكيو ار اس يكون نارو لان يبدي من الجنكشن البيس ميكر، وبالانفرا نودال بلوك الكيو ار اس يكون وايد لانه البيس ميكر يبدي ديستال. اوكي، فاذا كان ثيرد ديجري خصوصا وايد كيو ار اس او سكند ديجري موبس 2 اذا تنطي اتروبين ممكن ياذي. ليش؟ بالموبس 1 البلوك بالنود، فمن تنطي اتروبين، اتروبين راح يشتغل على الماسكارينيك ريسبتور الموجوده بالاي في نود، شو يسوي؟ امبروف زين، يحسن الريفراكتورنس، يقلل الريفراكتورنس، فالكوندكشن امبروف. اوكي، فيتحسن الريت، اما او يتحسن البلوك. خوش، اما في حاله انه البلوك انفرانودال الاي في نود ما بيها شيء، فانت من تنطي اتروبين هي اصلا قاعد تسوي كوندكشن، انت تنطي اتروبين يزيد الكوندكشن اكثر من عتها، يجي على تشو اوريدي ديزيزد زين، هذا الديزيز تشو كان يجي كوندكشن عليه اوكي قبله بالسكند ديجري ويا دوب يعني يوصل بالريت اللي كان قليل. اوكي، لما انت تزيد الريت عليه هو ديزيز تشو راح يصير ايفن ممكن سلاور كوندكشن، او ما يصير اصلا امبروفمنت، او يصير سلاور كوندكشن ويصير ما يعرف بالبارادوكسيكال براديكارديا، بس هالمره عرفنا السبب مالته. فاذا اذا البيشنت ما عنده لاين، او البيشنت كارديك ترانسبلانت، او البيشنت كان عنده من البدايه لاحظت انه هو سكند ديجري تايب 2 او ثيرد ديجري، هذا البيشنت اتروبين ما انطيه من البدايه، او اذا انطيته انطي 1 تو 2 دوزز بين مدى حضور ترانسكوتينيوس بيس ميكر، وراسا احط التي سي بي. اوكي، يعني ما كمل بقيه الدوز، انطي جاست 1 تو 2 دوزز بال 10 دقائق انا محضر الترانسكوتينيوس بيس ميكر وابدي للبيشنت تي سي بي. اوكي،
زين يعني هذا كل ما كنت اريد احكي عدل ترانسكوتينس سبيسينج اللي راح احكيكم اياه، هذا كل ما كنت اريد احكيكم عن البراديكارديا. سمري سريع جدا، اجي على البيشنت القى عنده سيمتوم، اوكي اسوي له اي بي سي اسسمنت وفايتال ساين، اكتشف انه هو براديكارديا والريت بلو 50، كل شيء ما اسوي ريجاردينج ذا ريت، بس بقيه الامور الاي بي سي زين احاول انه اصلحها، اسوي ريسستيشن. Patient كان hypoxemic طي oxygen. Patient hypovolemic طي fluid. Patient hypothermic دفي أو hyperthermic زين برد according. المهم resuscitation بغض النظر. Hypothermic على نسوي bradycardia وليس hyperthermic. المهم عالج ال ABC ومشاكله. سوي resuscitation. بعد resuscitation إذا bradycardia راحت كانت secondary وراحت الحالة، إذا بقت فهي primary mostly. Persistent bradycardia. شوف ال patient stable. إذا stable hemodynamically just monitor observe. وإذا كان ال rhythm serious MOPS type 2 أو third degree AV block خابر ال interventional cardiologist وشوف شنو رأيه بالموضوع. لا والله ال patient unstable بيتش حالة عندي ثلاث أسلحة: atropine إذا ما فات، transcutaneous spacing إذا ما فات، adrenergic infusion. أوكي وحدة من عندهم مو تخبطهم، وحدة من عندهم. إذا وصلت للمرحلة الثانية أو الثالثة unlikely الموضوع temporary وينحل بسرعة، فتخابر interventional cardiologist وتتفق وياه على يعني أنه more definitive management اللي هو transvenous pacemaker. هذا البراديكارديا. نجي على transcutaneous pacing أشرحها شنو هو transcutaneous pacing وشو نستخدمه حتى نختم البث مال اليوم ونختم البراديكارديا in adults. Transcutaneous spacing. شلون الأمور؟ Are you alert enough حتى نكمل transcutaneous spacing؟ لو نأجلها على باكر ويا ال pediatric bradycardia. انتظر ثلاثة من آراء. أول ثلاثة. نكمل transcutaneous spacing نحكيها شلون يشتغل الجهاز. لو نأجله على باكر ويا البيدياتريك براديكارديا. I'm listening كلش توب. اوكي I'm listening لآرائكم. نكمل transcutaneous spacing اليوم. اكمل هذا اول واحد زين، كمل اثنين بقى الثالث بس كمل. اوكي هاي ثلاث. transcutaneous spacing. transcutaneous spacing هو الحل البراديكارديا، هو الحل البراديكارديا زين للي ما تستجيب للأتروبين. شلون يشتغل الجهاز؟ بالمناسبة هل موجود الجهاز بالطوارئ؟ لحد الآن يعني ما موجود بالطوارئ بس موجود بالسي سي يو. يعني اكو مستشفيات مثل احنا بمستشفى بغداد تعليمي، واعتقد موجود بمستشفيات هواية، موجود ترانسكوتينيوس سبيسينج، ترانسكوتينيوس سبيس ميكر جهاز بلت ان ويا جهاز المونيتور ديفبريليتر، جهاز الديفبريليتر الدي سي زين بلت ان بي ترانسكوتينيوس سبيسينج. اكو قسم من الأجهزة الحديثة بحيث بيها 3 اوبشنز، هم يصير مونيتور هم يسوي ديفبريليشن يعني دي سي، وهم يسوي ترانسكوتينيوس سبيسينج. فتاكد من السي سي يو مالتكم بالمستشفى اللي انت بيها، اصعد وشوف بالسي سي يو شنو الجهاز اللي يستخدمه بي ترانسكوتينيوس سبيسينج، او عندهم جهاز ترانسكوتينيوس سبيسينج يعني مستقل زين، او عندهم ويا الدي سي بلت ان. اذا موجود فكل الزين، تقدر انت تسال مدير الطوارئ مالتك بالمستشفى مالتك انه يناقل الجهاز للطوارئ حتى تستفاد منه للبيشنت اللي عنده براديكارديا. خوش شلون يشتغل الجهاز؟ اولا جهاز هالشكل وبي مونيتر وبي شغلتين هسه راح نتلاعب بيها. احنا اولا مشكلتنا وين؟ الريت لو، الريت قليل، فاذا اول شيء احنا راح نحاول انه نتحكم به هو الريت، لان احنا نريد نصعد الريت، فبالجهاز اكو شيء يتحكم بالريت، ايش قد تريد الريت. الشغله الثانيه احنا شلون راح نسوي ريت؟ راح نعطي كهرباء زين، راح نعطي الكتريسيتي. الكتريسيتي كهرباء. اوكي فعندي الريت اتحكم به، اكو اذر يعني شغلات اتحكم بس هاي الشغلات الاساسيه حتى نفهم ببساطه شنو جهاز ترانسكوتينيوس سبيسينج. اولا ريت يعني اشوف ايش قد الريت اريده زين، واثنين الكتريسيتي. الالكتريسيتي زين راح اتحكم بالكرنت التيار. اذا تتذكرون بالدي سي احنا كنا نتحكم بالفولتج انرجي او الفولتج وليس الكرنت زين.
كنا نتحكم بالفولتج ونصعد الفولتج بالجول، اوكي اذا تذكرون. هنا لا، مو الفولتج، الكرنت. طبعا يعني لها سبب، يعني شغله فيزيكس وسالت عنه وشرحت لي اياها طبيبه مقيمه دوريه موجوده بمدينه الطب دكتوره ضحى الله يعطيها الصحه والعافيه، انترستد بالفيزيكس، بس دماغي كان رافض انه يفهم الفكره. فيعني هاي بقت انت يمك انه تشوف ليش هنا انا كرنت ينطون، ليش هناك فولتج، انت حاول تفتهم. يعني صراحه اني سمعت عده مرات بس يعني ماي برين از ريفيوزينج تو اندرستاند، يعني ما قابل. اوكي هنا انا انطي بالكرنت يعني بالملي امبير، امبير يصير كبير، زين وحده كبيره، فننطي بالملي امبير نحسب. اذا راح نتحكم بالريت ونتحكم بالكرنت، خوش حكي. نجي نربط الجهاز هذا البيشنت. اذا تتذكرون جهاز الديفبريليتر كنا نربط رايت انفراكلافيكولر وايبيكال، اثنين نربط تو بادز او بادلز حتى ننطي البيشنت الدي سي، واحد رايت انفراكلافيكولر هذا الرايت هذا الليفت، واحد هذا ايده هاي الاكزيلا نعم اوكي او يعني هاي هنا، واحد ليفت باراسترنال توارد ذا ايبكس يعني ابيكال قريب من الاكزيلا. فالكرنت الفولتج يصير بين هاي بوزيتيف ونيجاتيف الكترود، الكهرباء تصير بين ذيس تو الكترودز باسنج ثرو ذا هارت، ساندويتشينج ذا هارت، باسنج ثرو ذا هارت. هذا الابروتش ممكن ترانسكوتينيوس بيسنج ممكن يمشي بيه، بس يكون يعني مو كلش جود ابروتش. اوكي فالبست ابروتش بالترانسكوتينيوس بيسنج هو ما يعرف بالانتيرو بوستيريور ابروتش. اوكي تبقي هاي الابيكال هنا بمكانها اللي هي بالليفت، شيل الرايت باد وحطها بوستيريور. اوكي وين احطها بوستيريور لي؟ هاي السكابيولا وهاي الفيرتبرال كولوم، حطها between the scapular borders either to the right، لا هذا الرايت مالت، هذا اوكي هذا الرايت مالت، هذا داير وجهه باك، هذا مالت هذا الليفت، either to the right or to the left. يعني احطها يا اما هنا بين الscapular border وبين الvertebral column بالرايت، او بالليفت بين الscapular border وبين الvertebral column، هنا او هنا ما يفرق، هنا او هنا ما يفرق. Avoiding the bone، يعني ما اريد احطها على البون، على مود شنو الكتريسيتي تفوت بالسوفت تشو وتخترق للهارت، من الانتيريور تمشي من القدام بالليفت سايد لي ورا، passing through the heart. هذا البيست ابروتش ترانسكوتينيوس سبيسنج. طبعا لازم جود كوندكشن، زين فاذا بيشنت هيري اضغط عليها زين حتى يصير جود كوندكشن، ما فاد الضغط اشلعها راح تشلع وياها الشعر، وحط وحده جديده على مود تصير جود كوندكشن. تمام تربطها بالجهاز، هذا الجهاز راح نتحكم بشغلتين، واللي هي شنو الشغلتين؟ الريت والكرنت تيار. الريت احطه على الاقل ريت ممكن ينطيني ريسبونس، باو عليه بس خلي نفهم هالريسبونس شنو. انا عندي مشكلتي شنو؟ الهارت ريت شبي سلو، فمن الهارت ريت سلو ايش صار عندي؟ الكاردييك اوتبوت قل، من الكاردييك اوتبوت قل ايش صار عندي؟ ديكريز بالبرفيوجن وهيمودايناميك انستابل بيشنت. خوش حكي. اني اريد اصعد الهارت ريت، هذا الهدف مالتي، حتى الكاردييك اوتبوت يصعد حتى البرفيوجن يتحسن. خوش حكي. انا ايش راح اسوي؟ هو براديكاردي يعني الريت مالته قليل 40 30 whatever the rate، اني اخلي الريت يعني بالجهاز اتحكم بيه اخلي اللور، اسمه انتبه عبس عليه، اللور ريت اقل ريت ممكن اتوقع ينطيني كلينيكال ريسبونس، اقل ريت ممكن يعطيني كلينيكال ريسبونس اللي هو تقريبا
60 to 70 أبلش beat per minutes. ليش ما أصعد الريت أكثر؟ لا أني أنطي شوف هذا lower normal اللي هو 60 زين، فأقل ريت ممكن أتوقع ينطيني clinical response أخليه للبيشنت بالسيتنج مال الجهاز. ليش؟ لأنه أنت تعرف الهارت تعبان وديزيز، من تزيد الريت راح تزيد الأكسجين consumption، ممكن تزيد المشكلة الأساسية. خوش، فأنت عندك cost benefit، زيد الريت بس إلى درجة معقولة مو كل شوية حتى لا تسوي ضرر كبير بالهارت. أنا أريد أحسن البرفيوجن بس مو على أساس ضرر، على حساب ضرر بالهارت. فإذا أخليه 60 to 70 according to your clinical judgment، ثم أتحكم بيش بالكرنت الجهاز. طبعا بالمناسبة الجهاز الريت بي تلقى التدريجات من 30 إلى 180 والكرنت من 0 إلى 200 ملي أمبير. من 30 إلى 180 ريت ومن 0 إلى 200 غالبا هاي الأجزاء. فأنت تبدي الريت 60 أو 70 والكرنت تبدي تزيد شوية شوية جراجولي، تبدي ب 20 ملي أمبير، هذا ثبتته 70 أو 60، تبدي تصعد الكرنت، تبدي تنطي كرنت 20 ملي أمبير، تبلش تصعد إلى أن تطلع عندك بالمونيتر سبايك مال بيس ميكر. شنو هاي السبايك؟ هاي الكهرباء جتي من الكترود تو ذا الكترود، زين فاتت الكهرباء من الالكترود للالكترود فطلعت عندي سبايك بالمونيتر. اصعد الريت، اظل اصعد سوري الكرنت زين، اصعده فور اكزامبل وصلت الى 90 ملي امبير مثلا، الى ان يصير عندي ما يعرف بالالكتريكال كابتشر. شنو هذا الالكتريكال كابتشر؟ انه الكهرباء تفوت through the heart وتسوي لي depolarization to the heart. زين من يصير depolarization بالهارت شلون يبين عندي بالمونيتر؟ يبين عندي QRS. هذا ال QRS شلون راح يبين عندي؟ وايد لو نارو، لو كان هذا الالكتريسيتي through the normal conduction pathway كان صار عندي نارو، لكن هذا جاي randomly من برا فات through the myocardium randomly فصار عندي وايد QRS مال depolarization. بعد depolarization لازم أشوف repolarization اللي هو شنو؟ اللي هو T-wave slurred، زين T-wave جتي بعد QRS، شوي الرسم ماتي صار مخربط. أوكي؟ صار عندي QRS عريض وايد QRS وبعده T-wave. T-wave البولاريتي مالتها عكس البولاريتي مال الكيو ار اس، يعني اذا كان الكيو ار اس اب زين التي ويف راح تكون ويا الاس تي تكون شبيها داون، هذا اب هاي داون. لا والله كان الكيو ار اس داون فالاس تي اب، اوكي عكس البولاريتي ديسكوردنت يسموه ديسكوردنت. زين هذا اذا شفته لازم ورا الكيو ار اس لازم اكو تي ويف، والا اذا ماكو تي ويف ما يعتبر هذا ديبولاريزيشن، يعتبر ارتيفاكت مو ديبولاريزيشن. بعد ديبولاريزيشن لازم ريبولاريزيشن. فاذا كيو ار اس وايد ورا تي ويف، صار عندي الكتريكال كابتشر بالمونيتر. اني منطي الريت 60، شفت عندي 60 ورا كل سبايك اكو كيو ار اس وتي ويف، ورا كل سبايك كيو ار اس وتي ويف، اوكي ورا كل سبايك صار عندي ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، صار ما يعرف بالالكتريكال كابتشر. 60 زين وحده من ذني 60 سبايك طلع عندي بالمونيتر. اجي اتاكد اشوف هذا الالكتريكال اكتيفيتي اترجمت الميكانيكال كونتراكشن، لازم اشوف الريت فعلا صار عندي هذا الالكتريكال ديبولاريزيشن صار ميكانيكال كونتراكشن وياه. شو انا اعرف؟ اشوف البولس، البولس كان عندي سلو صار 60 مثل ما انا اريد. عاده الكاروتيد هو ريلايبل قريب من الهارت، بس مشكلتي الكاروتيد انه قريب على مسرح الجريمه، على منطقه اللي انت تنطي بها الالكتريسيتي، اللي تنطي البيسينج. لما تنطي كهرباء
راح يصير تويتشنج بالمسلز السكيليتال مسل هم راح تصير بيها راح تاخذ من الكهرباء فيصير بيها تويتشنج هذا التويتشنج قد يوصل للنك وبما انه الكاروتيد موجود ديب زين جوا بالنك ومحاط بالمسلز فممكن التويتشنج اللي يصير ماي بالمسلز ممكن مس انتربريتد باي يو از ا بولس وتحسه كانه بولس فتروح على ارتري شويه بعيد وسوبرفيشال اكثر اللي هو الفيمورال اوكي وهم ريلايبل وتشوف قيس الفيمورال اذا صار عندك مثل ما انت حطيت 60 انت حطيته بالجهاز 60 صار عندك الكتريكال كابتشر بالمونيتور وحسيت البولس 60 مثل ما انت سويته هذا صار عندك ميكانيكال كابتشر تمام صار عندك الكتريكال كابتشر وصار ميكانيكال كابتشر ب 90 ملي امبير هاي 90 ملي امبير تعتبر كريتيكال بوينت زين ممكن يعني هاي يا دوب بهاي النقطه يلا صار كابتشر حتى تثبتها زيدها 10% زين 10% ايش قد 90 10% من 90 99 او 100 100 ملي امبير وثبت ليش لانه هاي كريتيكال بوينت اي تغيير نيموثوراكس او اي شيء ممكن يبعد الالكتريستي عن الهارت ممكن يروح الكابتشر لوست فازيدها 10% وثبت اوكي انتبه عليها نرجع انا شنو الهدف مالتي اصعد الهارت ريت على مود يصعد عندي الكارتير اوتبوت على مود البرفيوجن يصعد زين انا صعدت الريت لازم الريت مالتي يؤدي الى وات هيمو دايناميك ريسبونس يعني اذا كان البيشنت هايبوتنسيف يتحسن البلود بريشر اذا كان البيشنت عنده التريشن بالمنتال ستاتس تتحسن المنتال ستاتس اذا كان البيشنت عنده بيولموناري اديما البيشنت يبدي يتحسن يعني ساينز والسيمتومز مال هيمو دايناميك انستابيليتي اللي حكيناها تبدي تتحسن ذس از ذا ريسبونس اللي انا اطمح له فاذا تحسن فبها اذا ما تحسن صعد الريت زين ريت كان 60 سوي 70 فور اكزامبل صعد الريت وهكذا الى ان يصير عندك ميكانيكا اذا يصير عندك هيمودايناميك ريسبونس اوكي هذا الترانسكوتينيوس سبيسينج لا والله صعدت الكرنت تبدي صعدته زين وما دا يصير عندك كابتشر او صار عندك كابتشر الكتريكال كابتشر صار عندك ميكانيكال كابتشر بس دا صعد الريت ما دا يصير عندك هيمودايناميك ريسبونس يعني شنو يو فيلد ترانسكوتينيوس سبيسينج تلجأ للخطوة الثالثة اللي هي أدرينرجيك ميديكيشن اللي حكيناها بالألغوريثم السابق زين اللي هي النقطة الثالثة أوكي هذا الترانسكوتينيوس سبيسينج أتمنى كان واضح on summary سريع الترانسكوتينيوس سبيسينج عبارة عن جهاز بمونيتر شغلتين تحكم بها الريت والإلكتريستي الكرنت بشكل أساسي زين إحنا الهدف إنه نصعد الريت على مود يصعد الكارديك أوتبوت على مود هيموديناميك ريسبونس أتحكم بالريت احط اللوست ريت اقل ريت ممكن ينطيني ريسبونس اللي هو فور اكزامبل 60 والكرنت اصعد شويه زين ابدي من 20 ملي امبير واصعد الى ان يصير عندي سبايك وبعد السبايك يصير عندي وايد كيو ار اس وتي ويف اوكي هذا الكتريكال كابتشر حط ايدي على البولس اشوف ميكانيكال كابتشر بالريت اللي انا خليته 60 اتشيك البلود بريشر واتشيك اشوف البيشنت صار عنده امبروفمنت صار عندي هيمودايناميك ريسبونس وحققت الغرض لا والله ما صار عندي improvement معناها البيشنت ما استفاد transcutaneous spacing لازم نلجأ للأدرينرجيك medication خطوة ثالثة أوكي أتمنى كان واضح transcutaneous spacing لهنا يعني وننهي البث مال اليوم حتى باكر إن شاء الله نكمل نحكي البيدياتريك براديكارديا نقارنها بالأدلت براديكارديا تصبحون على ألف خير